معلش انا سمعتك شات جي بي تي اللي كان بيشرب سيجارة في البلكونة، او اللي كان قاعد بيشرب الشاي واللي فاتوا، ان انا سمعتك شات جي بي تي بتتكلم عن المظاهرات اللي حاصلة في العالم، في واشنطن، في كوبنهاجن، في كيب تاون، في لندن، في برلين، للتنديد بإسرائيل وجرائمها في غزة. انا سمعتك ده صوت وصورة من شوية، حد فاتوا الحتة دي؟ في مظاهرات في العالم، مش انا اللي بقول ده، تشات جي بي تي. تعالوا شوف بقى في مصر بقى ايه الاخبار. طوال سنة كاملة من 7 اكتوبر 23 لغاية النهاردة 7 اكتوبر 24، الاعلام الخبيث، اعلام السامسونج اللي بلا كرامة، شغلته بس انه يضرب في المقاومة الفلسطينية، انه يحملها مسؤولية الحرب على غزة. طيب ده طول السنة. النهاردة بقى مع مرور سنة في الذكرى الأولى لعملية الطوفان 7 أكتوبر، لقينا تعليمات جاية من عباس. أنا بس عندي سجع كده ممكن أقوله على عباس، لكن مش مشكلة. لقينا أبو عباس بيركز على 6 أكتوبر ويتجاهل تماما، لا مش يتجاهل، يسفه من 7 أكتوبر. خلينا نسمع شوط الأراجوزات دول كده مع بعض في الكومبو ده. هذا يوم ليس زي اي يوم، ولا حد يقارن. حضرتك النهارده الانتصار اترجع ارضك، لا تقول لي 7 اكتوبر ولا واحد، كله كلام فارغ. يعني انا بقول لك والله كلام فارغ، 6 اكتوبر هو النصر الحقيقي، 6 اكتوبر هو الانتصار، اي كلام اخر ما تسمعوش. ولذلك النهارده لما اقول انه الاقليم كله مشتعل وانا واقف على رجلي وصلب طولي ورافع راسي، دي مش صدفه، دي مش صدفه. اجدادنا اللي عملوه واجدادنا اللي حققوه، اعتقد ان احنا لغايه النهارده عايشين في رحاب نصر اكتوبر، بنصلح ما خربه البعض. على فكرة النغمة دي بدأها قائد الأوركسترا فخدة الثقافة العربية، لحم كرشة الفكر العربي، الرداف المليئة بالدهون للثقافة العربية. إبراهيم عيسى قال لك اللي يقارن ما بين حرب أكتوبر وسبعة أكتوبر ده سفيه. نفس النغمة. طيب والهجوم على 7 اكتوبر هيقف على بس على اعلام السامسونج؟ لا 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 لا، لازم نطلع شويه فنانين. فيطلع الحاج المقدس لطفي لبيب يشيد بنصر اكتوبر ويقول الكلمتين دول. اسمع. ذكرى 6 اكتوبر وانت احد ابطال حرب 6 اكتوبر. ايوه. بتقول ايه بالمناسبه دي خصوصا العالم العربي دلوقتي في مشاكل كتير؟ ايوه، احب اقول ان 6 اكتوبر غير 7 اكتوبر، 6 اكتوبر نصر، 7 اكتوبر نكسه، نكسه بكل المقاييس. بس شعورك ايه وانت احد ابطال حرب اكتوبر لو هنتكلم عن حرب اكتوبر بذات ذكرى؟ لا مش هنتكلم عنها دلوقتي لان احنا ديك شايف. زعلان على اللي بيحصل في غزه ولا طبعا طبعا نكسه نكسه بس. طب يا انت يا مقدس لبيب، انت لا فيك نفس تشتغل وبطلت شغل من لانك مريض وربنا يشفيك، يعني مالكش اي مصلحة مع جهاز المخابرات عشان تقول كلمتين يشغلوك. لو انت مغيب وعندك تلفيف مخك حصل فيها تلف، ما حد ينصحه يقول له ما تتكلمش، لانه لما قال كده اتفتح عليه باب هجوم كبير جدا، وكتير جدا من اللي زي لطفي لبيب اعلن دعمه لطوفان الاقصى والمقاومه في مقابل الهجوم من الاعلاميين والفنانين على مصر. بص يا بيه، يا بجح، يعني المقاومه حلال على مصر، حرام على الفلسطينيين، يا خرف الهي تتنكس في قرعتك دي.